السلام عليكم ومرحبا بكم معايا من جديد على قناتكم Golden Pasties and Gastronomy. اليوم غادي نمشيو للمطبخ اليوناني وغادي نحضروا واحد الوجبه اللي هي لذيذه بزاف. خليكم معايا باش نشوفوا المقادير وطريقه التحضير. لتحضير هاد الاكله هذه غادي نحتاجوا البطاطا، انا قطعتها على شكل دائري. غادي نضيف ليها شويه ديال الملحه لبزار وزيت الزيتون وغادي نخلطها بحال هكا. غادي ناخذ صينيه ديال الفرن غنفرش فيها الورق وغادي نستفها وندخلها الفران حتى طيب وتحمر. ممكن تقليوها في الزيت الا بغيتو، هي في الوصفه الاصليه كتقلى ولكن انا كنفضل انني نديرها في الفران. غادي ندخلها حتى تحمر مزيان وعاد غادي نخرجها. ها هي البطاطا وجدات، كيف ما كتشوفوا كتجي بحال الا مقليه، كتجي طايبه مزيان وبحال اللي مقليه كتجي هكا، كتجي صحيه اكثر. غادي نوضع البطاطا على جنب وغادي ناخذ دنجال قطعته على شكل طولي. غادي ندير ليه نفس الطريقه، غادي نوضع ليه شويه ديال الملحه شويه ديال الابزار وزيت الزيتون وغادي نوضعها في صينيه الفرن وندخلو الفران يطيب يتحمر مزيان ونخرجو. كيف ما قلت لكم من قبل ممكن ديروهم، ممكن تقليوهم، يعني البطاطا والدنجال كيتقلاو في الزيت، ولكن كيف ما قلت لكم انا كنفضل نديرها بحال هكا في الفران كتجيني صحيه اكثر. غادي ندخل الدنجال الفران تيتحمر مزيان ويطيب وغادي نخرجو. غادي ناخذ واحد المقلاة غادي ندير فيها بصلة كبيرة مشلطة وغادي نزيد عليهم زيت الزيتون وغادي نخلي داك البصلة تقلى مزيان حتى تنزل، عاد نكمل المكونات الأخرى. كيف ما كتشوفوا هي البصله تقلات مزيان، غادي نزيد عليها جوج حبات كبار ديال الثومه. من بعد غادي نضيف 500 غرام ديال الكفته، الكمية كتبقى على حسب عدد أفراد الأسرة، على حسب الإناء اللي غادي نستعملو فيه الكغراتان ديالنا. كنحاول نخلط جميع المكونات باش ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نضيف جوج ديال اوراق الغار اولا ورق سيدنا موسى، غادي نزيد شويه ديال الملحه وغادي نزيد تقريبا معلقه صغيره ديال الزعتر. ونص معلقة تقريبا ديال الفلفل الأسود أو الإبزار، أو
غادي نزيدو نص معلقه صغيره تقريبا ديال القرفه. غادي نخلطوا هاد المكونات مع بعضياتهم. كنخليو داك الكفته تشرب داك اليقامه وتشحر مزيان. من بعد كنضيفو صلصه الطماطم. انا كنفضل نستعمل مطيشات تكون اولا الطماطم تكون طريه، ويمكن لكم تستعملوا صلصه ديال العلبه الا بغيتو. غادي نزيد معلقه كبيره ديال صلصه الطماطم المركزه ونخلط المكونات مع بعضياتهم. غادي نزيد معلقه صغيره ديال البابريكا اولا الفلفل الاحمر الحلو، وغادي نخلي هاد المكونات ينسجموا مع بعضياتهم. غادي نزيدو واحد الكاس كبير ديال الماء، نخليو هاد المكونات كلها طيب. غادي نخليو هاد المكونات لما يطيبو حتى تنحصلو على واحد الصلصة اللي طيبة وزوينة. الصلصة ها هي وجدت. غادي نخليها على جنب وغادي نكملوا تحضير الوصفة. دابا غادي نوجدوا صلصة البيشاميل. وضعت هنا في 3 ديال المعالق ديال الزبدة، ضفت عليهم 3 ديال المعالق ديال الدقيق الأبيض. غادي نخلي داك الزبده تذوب وتنسجم حتى هي مع داك الدقيق، وعاد نضيفو الحليب. من بعد ما ذابت داك الزبده وخليتها شي شويه كتغلى مع داك الدقيق، كنوضعو كنزيدو الحليب، وغادي نبقاو نضيفو شويه بشويه مع التحريك. الكميه ديال الحليب اللي استعملت هنايا 800 مليلتر ديال الحليب، لان عندي المول اللي غادي نستعمل ديال الكغاتا عندي كبير، داكشي علاش درت كميه كبيره ديال الحليب. تقدروا ديروا غير نصف الكميه الا كان عندكم المول صغير. صافي كنستمروا بالتحريك، ما خصناش نتوقفوا حتى توجد لينا حتى توجد لينا لاصوص بيشاميل.
منين كتعقد كنعرفوها بلي راها وجدات، كيولي الخليط ثقيل ما كيبقاش خفيف بحال في الاول. غادي نضيفوا ليها شويه ديال الملحه، شويه ديال الابزار اولا الفلفل الاسود، غادي نحكو شويه ديال الكوزه، غادي نضيفو تقريبا واحد 100 غرام ديال فروماج محكوك، تقدروا تستعملوا اي جبن عندكم في الدار او لا اي جبن كيعجبكم. الصلصه ها هي وجدت، غادي نضيفو ليها اصفر البيض، عندي هنا اصفر بيضه وحده صافي. غادي نخلطها بالزربه حيت باش ما تطيبش ليا مع السخونيه ديال البيشاميل، كنخلطوها بالزربه صافي. ودابا غتكون عندي الصلصه واجده. الصلصه ها هي وجدت، دابا المكونات كلهم واجدين. بالنسبه للدنجال ها هو من بعد ما خرجتو من الفران كيف ما كتشوفوا كيجي بحال الا مقلي. غادي ناخذ واحد تقريبا 3 ديال المعالق كبار، احسن 4 ديال المعالق ديال لاصوص بيشاميل، وغادي نخلطها مع ديك لاصوص اللي عندي ديال الكفته. نحيد داك الوريقات ديال سيدنا موسى او ورق الطران، نحيدهم داك لاصوص صافي. غادي نخلط داك المكونات مع بعضياتهم مزيان، دابا غادي ندوزو للمونتاج ديال الكغاطه. خديت المول اللي عندي درت ليه الزبده، دهنته بالزبده، ودابا غادي نوضع فيه داك البطاطا اللي عندي، داك الكميه كل هاد البطاطا اللي عندي غادي نوضعها هنا. الطبقه الاولى درت فيها البطاطا، الطبقة الثانية غادي نوضع فيها الدنجال. من بعد ما وضعت الدنجال غادي
نوضع من الفوق منها طبقة ديال الكفتة مع صلصة الطماطم. كنتمنى انكم تجربوا هذه الوصفه هذه لانها فعلا كتجي لذيذه بزاف. انا متاكده انكم الى درتوها غادي تعجبكم. الا بغيتو كيبقى لكم اختيار، الا بغيتو تزيدو تكونوا دايرين كميه كبر من الدنجال كتزيدو الدنجال اولا البطاطا على حسب نتوما شنو كيعجبكم اكثر. ممكن ما تزيدو حتى شي حاجه وديروا لاصوص بيشاميل نيشان من فوق الكفته. انا بقى لي هنا واحد شويه ديال الدنجال وضعته من الفوق. من بعد غادي نوضع ديك صلصه البيشاميل اللي عندي كامله، غادي نضيفها في الطبقه الاخيره. نحاول نقاد بسباتول هاد لاكريم من الفوق باش تجي موزعة من جميع الجوانب. صافي، ومن بعد كندخلها الفران اللي سخون على درجة حرارة تكون 200 درجة وكنخليها حتى كتحمر مزيان من الفوق وكتاخد داك اللون الذهبي. صافي وكنقدموها. اذا كانت هذه هي الوصفه ديال اليوم، الموساكا او اليونانيه من المطبخ اليوناني. كنتمنى انكم تجربوها وكنتمنى انها تنال الاعجاب ديالكم. ونتلاقاو في فيديو جديد مع وصفه جديده. الى اللقاء.